مسلسل النزوح في اليمن يتواصل رغم سريان الهدنة. تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية سجل نزوح نحو 58 ألف يمني خلال عام واحد فقط، بعد أن أصبح النزوح الداخلي الملجأ الوحيد لآلاف الأسر اليمنية. المنظمة رصدت في تقريرها الأخير نزوح 9643 أسرة تمثل 57,858 فردا نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية يناير إلى الثاني من ديسمبر الجاري، إحصائية لم تتضمن النازحين المتضررين من إعصار تيج الذي ضرب المحافظات الشرقية أواخر أكتوبر الماضي وتسبب بنزوح آلاف الأسر. وبشأن نتائج مصفوفة التتبع الأسبوعية، أوضحت المنظمة الأممية رصد نزوح 47 أسرة يمنية يمثلون 282 فردا خلال الفترة من 26 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر الجاري. ووفقا للمنظمة فإن حالات النزوح للأسبوع الفائت استقرت في تعز بواقع 22 أسرة معظمها داخليا ومن الحديدة، ومارب 19 أسرة نشأت من المحافظة والحديدة وتعز، والحديدة 6 أسر نشأت من داخل المحافظة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها النازحون نتيجة تراجع الدعم الإغاثي. من جانب آخر، كشف المركز العالمي لمسؤولية الحماية في تقرير مطلع الشهر الجاري عن مقتل وإصابة 1938 مدنيا جراء حوادث العنف العرضية التي تشهدها الجوف وشبوة ومارب والحديدة وصعدة وتعز، وذلك منذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر الماضي. وقال المركز الدولي إن استمرار الاشتباكات العرضية في تلك المدن يعرض حياة المدنيين للخطر بجانب الممارسات والانتهاكات القمعية التي ترقى لجرائم حرب بحق المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.